مؤسسة حياة كريمة أطلقت سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكل فئات المواطنين في قرى الريف المصري، وده استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. أطلقت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قرى الريف المصري، استعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى محافظات المرحلة الثانية. وتوافد الآلاف من مواطني محافظة البحيرة للمشاركة في أولى الحوارات الجماهيرية لحياة كريمة في المحافظة. وتناول اللقاء القضايا الملحة علاوة على الحديث حول المبادرة الرئاسية وأهدافها والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في كافة محافظات المبادرة. ويأتي ذلك في إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوي ولدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم.